السلام عليكم اخوتي الكرام، احبابي، اخوكم محمود عاطف من قناة محمود وكوفو. حلقتنا النهاردة هي حلقة تحذيرية سريعة عن التعامل مع الكلب اللي انت بتملكه اللي هو كلبك، ازاي تنزل بيه، ازاي تمشي بيه. موضوع الاوف ليش، موضوع ان انت تمشي بكلبك من غير سلسلة او طوق وتبقى سايبه بكامل حريته وتمشي بيه في الشارع. في نقط مهمة قوي قوي عشان تعمل كده. انا كان في كذا فيديو ليا شرحت فيهم ان يا جماعة ما حدش ينزل من البيت بالكلب بتاعه سايب الا في حالة ان هو مدرب، مش بس بيتعلم التدريب عن طريق مدرب وبيدرب الكلب بتاعه. لان انت لو الكلب بتاعك مش متعرف على الاطفال فهو هيهاجم الاطفال، لو مش متعرف على الكلاب ومش متعود ان هو يستي ياخد امر استي قدام الحيوانات يعني فما ينفعش. عايز اقولها لكم بمنتهى الامانة بكل صراحة اللي حصل، ان انا جات لي رسالة من الكويت، من حد من الكويت، اخو شخص، الشخص بيتابعنا على القناة وشافني بنزل بكوفو كتير، هو عنده 21 سنة، فنزل بالكلب بتاعه وسايبه ما ربطوش، فالكلب بتاعه جري على طفلة تقريبا برضو قريبتهم او اختهم وعمل لها اصابات بليغة، والطفلة لغاية امبارح كانت في العناية المركزة، ربنا يقومها بالسلامة ويشفيها ويحفظكم من كل شر. ولكن الموضوع مهم جدا يا جماعة، انا ما ينفعش اسيب الكلب بتاعي غير لو انا معوده على كل حاجة ممكن تقابله. يعني هو عارف الاطفال فما فيش خطورة على الاطفال لو صادفوه في الطريق، عارف الحيوانات فما فيش خطورة عليه وعلى الحيوانات لو صادفوه في الطريق، عارف البشر بأعمارهم بأجناسهم سواء ستات او رجالة، عارف البشر كمان مين الرخم ومين اللي مش رخم، لان في ناس ممكن تيجي ترخم على الكلب تعمل حاجات هو بتضايقه. فلو هو مش ما عندوش كنترول وما بيعرفش يسيطر على نفسه والكلب بينفعل بسرعه وبيعض بسرعه، فبالتالي ما ينفعش ابدا تنزل بيه من غير سلسله. انصح اي حد لو انت كلبك بتمشي بيه بسلسله ما تفكلوش السلسله. عايز تفك له السلسله في مكان مقفول، جنينه، اوبن اريا، فك السلسله وانت مطمن على الكلب وعارف ان مفيش خطوره لا تعود على حد ولا تعود عليه. لان انت لا قدر الله، انا ما اعرفش ايه اللي حصل للكلب اللي عض الطفله، ولكن انا متاكد ان حصل له حاجه سيئه. ربنا يشفي الطفله ويرجعها سالمه لاهلها. بعتذر بشده، بحمل نفسي جزء من المسؤوليه، رغم ان انا والله حذرت كذا مره والفيديوهات موجوده. انا قلت للناس يا جماعه انا عارف قدرات كوف وعارف ابعاده، علمته على كل حاجه من هو صغير قبل ما يبقى خطر على حد، خليت الحد هو اللي خطر عليه. يعني وهو اقل من 6 شهور كنت بخليه هو اللي يتمشى في الشارع، فما فيش خطورة منه على أي حد لأن هو يعتبر جرو وبابي صغير. فلو كان في أطفال كنت بسيبهم يجوا يلعبوا معاه، فكانوا هما اللي بيبقوا خطر على كوفو. وعلمته إزاي يتعامل معاهم، وعلمته إزاي يتعامل مع الحيوانات. طبعا لسه إحنا ما عملناش الكلام ده على اليوتيوب مع الكلاب بتاعتكم، فما تبدأوش دلوقتي تعملوا الخطوات اللي أنا تعبت قوي وخدت مجهود سنين عشان أوصل لها، عايزين أنتوا تعملوها بعد 3 شهور أو 4 شهور من دخول اليوتيوب. ما ينفعش، ادوا لنفسكم الفرصة الكافية. بعتذر بشدة عن اي حد حصل له اي حاجة سلبية بسبب الفيديوهات اللي انا بعملها. هبقى حريص اكتر، هنوه في كل فيديو للنقط المهمة اللي مش عايزين حد يغلط فيها. بشكركم جزيل الشكر، واتمنى تكونوا خدتوا الكلام ده بعين الاعتبار. كان معكم محمود عاطف، شكرا.